اليوم 6 من رمضان، من عام 1444 هجرية، هجري 2023. هذا تسجيل نحو عمل كتاب صوتي أوديو بوك إنداومنت، أي كتاب صوتي عن الرهن. ذكر في سورة البقرة آية 283، فرهان مقبول. فهناك مسابقة إن شاء الله تبدأ 15 رمضان، وهي مسابقة باسم دراهم، هاشتاج دراهم، وستكون إن شاء الله عن طريق بث مباشر في التليجرام في قناتين عامة، ثقافة التعليم والأخرى صوت العرب من غزة. سوف يكون الكتاب الصوتي عن دراهم، والمقصود بدراهم دروس رهن استثمارات هدية مقبول. طبعا في سورة البقرة ورد في الآية 283، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وقبلها آية 282 تكلمت عن الدين وعن البيع والشراء لا يشترط فيه الشهادة أو الكتابة بالأصح بالأدق. أما بالدين ففي في الآية ورد ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، يعني نحط الأجل للدين. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، واستثني إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوا، وأشهدوا إذا تبايعتم. فالمهم الكتاب،
ثم ذكر ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. يعني الشهداء إذا ضغط عليهم ولا ضار، هنا ضار يعني يهدد. واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. ثم جاءت الآية التي هي موضوعنا، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا، يعني الراهن والمرتهن، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. فهنا ذكر كأنه كذلك لم تجدوا كاتبا، يعني ما في كاتب، يعني الكتابة استثنت. ولا تكتموا الشهادة، يعني حيكون فإن أمن بعضكم بعضا، يعني حتى كمان ما في شهداء على سفر، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه.